استخدم التغير في صيغة الأساس لإيجاد لوغاريتم الأساس 5 لـ100 لأقرب 1000. إن التغير في صيغة الأساس تعتبر صيغة مفيدة بشكل خاص عندما تستخدم الآلة الحاسبة، لأن معظم الآلات الحاسبة لا تسمح لك بتغيير أساس اللوغاريتم اعتباطيا، حيث أنها تحتوي على اقترانات للوغاريتم الأساس E أي اللوغاريتم الطبيعي ولوغاريتم الأساس 10. بشكل عام سنحتاج لتغيير الأساس، وهذا ما يتم تغييره في صيغة الأساس. وإذا كان لدينا مزيدا من الوقت سأخبركم لماذا هو منطقي أو كيف يمكننا اشتقاقه، ودعوني أقوم بالتلوين هنا. إذن تغيير صيغة الأساس تخبرنا أن لوغاريتم الأساس A لـ B يعادل لوغاريتم الأساس X لـ B مقسوما على لوغاريتم الأساس X لـ A. وسبب أن هذا مفيد هو أنه يمكننا أن نغير الأساس A ويمكننا أن نغيره للأساس X. إذا كانت الآلة الحاسبة التي لدينا تحتوي على اقتران محدد للأساس X، سيكون بإمكاننا أن نحول إلى ذلك الأساس E أو الأساس 10. الأساس 10 عبارة عن طريقة سهلة للبدء، وبشكل عام إذا رأيتم أحدا يكتب اللوغاريتم، إذا تمت كتابته لوغاريتم الX بهذا الشكل فهذا يعني لوغاريتم الأساس 10 لX. إذا كتب أحدهم لوغاريتم الX فهذا يعني لوغاريتم الأساس E لX، وE بكل وضوح عبارة عن العدد 2.71% إلى ما لا نهاية. الآن دعونا نطبق على هذه المسألة. لدينا لوغاريتم، سأستخدم الألوان، الأساس 5 لـ100 هذه الخاصية أي تغير صيغة الأساس، هذه تخبرنا أن هذا يعادل سأضع X تساوي 10 يعادل لوغاريتم الأساس 10 لـ100 تقسيم لوغاريتم الأساس 10 لـ5. وفي الواقع لن نحتاج لآلة حاسبة حتى نقيم هذا الجزء العلوي. لوغاريتم الأساس 10 لـ100، ما هي القوة التي يجب أن أرفعها لـ10 حتى أحصل على 100؟ القوة الثانية إذن هذا يساوي 2، وهذا يبسط إلى 2 مقسومة على لوغاريتم الأساس 10 لـ5. يمكننا الآن أن نستخدم الآلة الحاسبة، لأن اقتران اللوغاريتم على الآلة الحاسبة هو لوغاريتم الأساس 10. إذن دعونا نستخرج الآلة الحاسبة، دعوني أمحو هذا. عندما يكتب أحدهم كلمة لوغاريتم فقط فهو يعني الأساس 10، ويضغط على لين فهو يعني الأساس E. إذن كلمة لوغاريتم دون أي معلومات أخرى تعني لوغاريتم الأساس 10. إذن هذا لوغاريتم الأساس 10 لـ5، ومطلوب منا أيضا أن نقرب إلى أقرب 1000، إذن يساوي 2.861 بالألف. ويمكننا التحقق من ذلك، لأن في النظرية إذا رفعت 5 إلى هذه القوة فيجب أن أحصل على 100، وهذا منطقي نوعا ما لأن 5 مرفوعة للقوة 2 تساوي 25، و5 مرفوعة للقوة 3 تساوي 125، وهذا يقع بين الاثنين، وأقرب إلى القوة الثالثة أكثر من القوة الثانية، وهذا العدد قريب من 3 أكثر من الاثنين. لكن دعونا نتحقق، فإذا أخذت 5 مرفوعة لتلك القوة، ودعوني أكتب ما نفعله ولا أضع جميع المنازل فقط لأقرب 1000،
خمسة مرفوعة للقوة 2.861 بالألف. على ماذا سأحصل؟ سأحصل على 99.94%، وإذا أردت أن أضع جميع تلك المنازل سيقترب أكثر من 100، وهذا ما يجعلك تشعر شعورا جيدا، حيث أن القوة التي ترفع الخمسة لها سيكون ناتجها 100. الآن ضعوا ذلك جانبا ودعونا نفكر في السبب الذي يجعل هذه الخاصية منطقية. إذا كتبت لوغاريتم الأساس A، أحاول أن أكون عادلا فيما يخص الألوان. لوغاريتم الأساس A ل B، ودعونا نفترض أنه يساوي عدد ما، دعونا نسميه C. ذلك يعني أن A للقوة C تساوي B. إذن A للقوة C تساوي B. هذه طريقة أسية للكتابة بشكل صحيح، أو هذه طريقة لوغاريتمية للكتابة بشكل صحيح، تساوي B. الآن يمكننا أن نأخذ لوغاريتم أي أساس لكلا الطرفين، أي شيء تفعله. إذا قلت 10 مرفوعة لأي قوة سيعطينا هذا الناتج، فإن 10 للقوة نفسها يساوي هذا لأن هذان الشيئان متساويان. لذا دعونا نأخذ نفس اللوغاريتم لكلا الطرفين، إذا لوغاريتم نفس الأساس، وسأفعل لوغاريتم الأساس X، وحتى نثبت الحالة العامة هنا سأخذ لوغاريتم الأساس X لكلا الطرفين هنا. هذا لوغاريتم الأساس X ل A للقوة C. إنني أحاول أن أعادل بين الألوان، يساوي لوغاريتم الأساس X ل B. دعوني أنهيها باللون البرتقالي. نحن نعلم من خصائص اللوغاريتمات، C مضروبة في لوغاريتم الأساس X ل A، هذا يساوي لوغاريتم الأساس X ل B. إذن C مضروبة في لوغاريتم الأساس X ل A، هذا يساوي لوغاريتم الأساس X ل B. وإذا أردنا أن نجد C، علينا أن نقسم كلا الطرفين على لوغاريتم الأساس X ل A. سأبقى على اللون نفسه، C تساوي لوغاريتم الأساس X ل B مقسوما على لوغاريتم الأساس X ل A، فقد كان لوغاريتم الأساس A ل B وهذا ما كان عليه، يساوي لوغاريتم الأساس A ل B. دعوني أكتبه بالألوان الأصلية حتى يكون ما أفعله واضحا. أعتقد أنكم تعرفون أين هذا، لكني أريد أن أكون عادلا بالألوان. لوغاريتم الأساس X ل B مقسوما على لوغاريتم الأساس X ل A، ونحن نعلم من هنا أنه يمكنني أن أنسخه وألصقه، هذا أيضا يساوي C، هكذا نعرفه. لذا دعوني أنسخه ومن ثم ألصقه، هذا أيضا يساوي C، وانتهينا. لقد أثبتنا تغير صيغة الأساس، لوغاريتم الأساس A ل B يساوي لوغاريتم الأساس X ل B مقسوما على لوغاريتم الأساس X ل A.
وفي هذا المثال b تساوي 100 و a تساوي 5 و x تساوي 10.